الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، من يتابع قناة الريان، من يتابع انطلاقات الشحنية، من يتابع إبداع الصغار في هذا المساء من مسافة 3 كيلومترات، هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا الميدان في هذا المساء في هذا السباق المحلي الثالث ومرحلته الأولى في هذا اليوم الخميس 4 من أكتوبر 2012. نتواصل أيها الإخوة المتابعون بعد أن شاهدنا أشواط الرموز، شاهدنا شوط الكأس المفتوح وشعار المعاضيد علي بن راشد بن علي المعاضيد مع الشبل الذي حصل على ناموس الشوط الأول وحصوله أيضا على الكأس المفتوح. بعد ذلك شاهدنا شاهين يحصل على كأس الإنتاج بشعار محمد بن علي بن مبارك الكاموخة المري ويسجل أفضل توقيت في هذا المساء 4 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثانية كأفضل توقيت يسجل في هذا المساء. على بركة الله تعلن بداية انطلاقة هذا الشوط ويسدل الستار عن الأشواط الماضية بأشواطها 9 الماضية، وننطلق بشوطنا 10 على بركة الله بهذه الأعداد الهائلة المشاركة في هذا المساء. نتابع من سيارة النقل والإذاعة وعلى قناة الريان الفضائية، نتابع هذه الأحداث ونتابع هذه الانطلاقة نقلا حيا مباشرا من ميدان الشحنية. المقدمة في هذه اللحظات لماح علي بن حمد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، أول المنطلقين، أول نداء ينطلق شعار بن شعيل على المقدمة، يلي في ثاني المراكز الرامي على ثاني المراكز هادي بن سالم بن قطامي المري، هناك التغيير على ثاني المراكز، من تسلل إلى ثاني المراكز ليعلن تواجده هذا الشعار الأزرق في هذه اللحظة. الرايد سالم بن رملي العامري ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، المركز الثالث، وتابع ثالث المراكز الأسد أيضا أحد الضيوف من دولة الإمارات، شعار بالسعودي الأسد محمد بن علي بالسعودي، رابع المراكز يحمل الرقم 44، رابع المراكز مكلف نايد بن مسلم من زفنا العامري أيضا أحد الضيوف، بينما خامس المراكز الرامي هادي بن سالم بن قطامي المري. هذه الأسماء الخمسة في ندائنا الأول أذعناها على حضراتكم وعلى مسامعكم في هذه الأمسية. هذه الأسماء المشاركة هدفها الوحيد الناموس، هذه الأعداد الهائلة تبحث عن تحقيق نقطة مسائية في ميدان الشحنية. يا سلام، إذن بالسعودي على المقدمة، هناك من الأسد بالسعودي محمد بن علي بالسعودي يطمح في هذا المساء كما فعل في صباح هذا اليوم وحقق نقطتين، يبحث عن تسجيل نقطة ثالثة في هذا المساء. إذن الأسد على المقدمة، يلي في ثاني المراكز جسار محمد بن سالم بن فاتوح، هنا من ينتقل إلى ثاني المراكز، يلي في ثالث المراكز، يلي في ثالث المراكز مكلف نايد بن مسلم بن زفنا العامري على ثالث المراكز، رابع المراكز شعار بن معتوق يصل في رابع المراكز ليعلن تواجد العابر محمد بن معتوق العامري، وخامس المراكز مياس سهيل بن حمد بن قناص العامري ضيف من دولة الإمارات من العين. يا سلام، إذن أشقاؤنا بدولة الإمارات العربية المتحدة يتواجدون في المركز الأول والثاني والرابع والخامس، هنا محاصرين المراكز. يا سلام، بينما وجود جسار محمد بن سالم بن فاتوح هو المتواجد في المركز الثالث. يا سلام، إذن الكيلومتر الأخير أعلن للمتواجدين الوعد، هنا الكيلومتر الأخير الوعد. يا سلام، إذن الأسد بالسعودي على المقدمة، شعار بالسعودي على مقدمة الشوط مع الأسد محمد بن علي بالسعودي على مقدمة الشوط، يعلن انطلاقته. يا سلام، بينما ثاني المراكز من الجانب الآخر، ثاني المراكز المركز الثاني، هنا المتواجد المركز الثاني مياس يتواجد، سهيل بن حمد بن قناص العامري ينتقل إلى مقدمة الشوط، بينما ثاني المراكز شعار بالسعودي
على المركز الثاني وثالث المراكز. هنا المتواجد والمنطلق في هذه اللحظات مكلف نايد بن مسلم بن زفنا العامري على ثاني المراكز. يا سلام، خلوني مع المقدمة، خلوني مع شعار بن قناص. الأربعمائة متر الأخيرة عن نهاية الشوط، الأربعمائة متر الأخيرة عن نهاية الشوط. على المقدمة وعلى الصدارة مياس سهيل بن حمد بن قناص العامري على مقدمة الشوط، على الناموس الأول، على التحدي الأول، يعلن تواجده. يا سلام، مسجل مياس سهيل بن حمد بن قناص العام. عبد الله بن سالم القحطاني هنا على المقدمة وعلى الصدارة. يا سلام، إذا تواجد مياس على مقدمة الشوط. أهني مالكه، أهني مالكي هذا الشعار، تهانينا والناموس. المركز الثاني، بشوف المركز الثاني حتى المركز الثاني وصل في ثاني المراكز. مكلف نايد بن مسلم بن زفنا العامري المركز الثالث. المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز العابر محمد بن معتوق العامري المركز الرابع. المركز الرابع وصل رزاهي وفهد بن جار الله المكسور. وخامس المراكز، المركز الخامس بديع وعبد الهادي بن علي العبدة. اذا 4 دقائق 37 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت صاحب المركز الأول، يحمل الرقم 58، مدون عندي شعار بن قناص. عبد الله بن سالم القحطاني، تهانينا والناموس. 4 دقائق 39 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، صاحب المركز الثاني مكلف نايد بن مسلم بن زفنا العامري. ثالث المراكز محمد بن معتوق العامري. 4 دقائق 39 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.